تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بن عبد الملك رمضان بأمن دائرة سيدي الأخضر بمستغانم من وضع حد لنشاط عصابة أحياء متكونة من 8 أشخاص غالبيتهم من معتدي الإجرام تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة. تم توقيف 6 منهم فيما بقي 2 في حالة فرار. التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بمستغانم أفضت إلى تحديد أن أفراد العصابة كانوا يدبرون لعملية هجرة سرية انطلاقا من أحد شواطئ البلدية، وسبب الشجار يعود إلى خلاف بينهم وبين ضحاياهم، حيث قاموا بالنصب عليهم وسلب أموالهم. كما بين التحقيق أن سلفي الديك معتادون على استقبال ضحاياهم من ولايات أخرى للوطن وإيوائهم ثم ترحيلهم إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط عبر قوارب الموت.